بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. انتشرت الفترة اللي فاتت بشكل غريب جدا أخبار حوادث كثيرة جدا جدا حصلت في المجتمع، وأنا لا أستطيع أن أدين حد أو أحلل حاجة لأن ده مش تخصصي وأنا معرفش الأحداث حصل إيه. لكن أنا اللي يهمني حالة السلبية وحالة التشاؤم اللي انتشرت في المجتمع دي، شيء خطير جدا جدا جدا، وللأسف ممكن تزود حالات الحوادث اللي غير مقصودة نتيجة الضغط النفسي اللي الإنسان بيكون فيه، وإحنا مش عاوزين كده. ده احنا أمة خير وإحنا منطقة خير ولازم نستمر على كده. فعشان كده تذكرت مقال كنت كتبته من فترة على منصة ملهم. المقال ده بيتكلم على إن الناس ما تيأس، ما ينفعش تيأس، ما ينفعش إن أنت تعتبر إنه حتى الضغط النفسي اللي أنت عليه دلوقتي إن ده فشل، ده مش فشل، ده تدريب. وأحيانا بتكون رسائل من ربنا عشان توجهها في اتجاه معين. اسمحولي هقرأ ليكم المقال اللي كتبته من حوالي سنتين في منصة ملهم، وده بيتكلم على أساليب النجاح. هتكلم باللغة العربية الفصحى لأن المقال مكتوب كده، وأنا هقف في النص عند فصلات معينة. وليه هقرأه؟ لأن عارفة أن معظم الجيل الجديد مش بيحب يقرأ للأسف، مع أن القراءة دي مفتاح للنجاح وسفر للعالم كله وأنت قاعد في مكانك. لكن أنا هقرأ لك، رجاء اسمعها كويس جدا، رجاء شوف يمكن تكون فيها فايدة لحضرتك وتكتشف موهبتك وعبقريتك اللي ربنا حاشا يكون خلقك بدونها. المقال بعنوان اصبر لتحقق حلمك وتكتشف موهبتك. يقول جين نيشم مؤلف كتاب هاي تيك ستارت اب ان الصبر هو خصلة المبتكرين ورواد الاعمال. وانا شخصيا اؤكد انه لا يستطيع المبتكر او الريادي او اي انسان ان ينجح دون ان يصبر على البحث اللي بيعمله وعلى التجربة وعلى انه ينتظر النتائج ويتحمل المعوقات، وانه ايضا يتحمل نقد المجتمع لانه بيعمل حاجة جديدة، ويتحمل اعداء النجاح والنقد السلبي اللي حواليه لان فكرته وعمله غريب والناس ما بتحبش او بتخاف من كل شيء غريب. فلم تجد في صفحات كتب التاريخ وقصة الناجحين من حولك قصة نجاح لشخصية سواء ذكر او انثى الا وكانت حياته صعبة جدا. وأيضا لن تجد في قصة شخصية عاشت حياة سهلة وبسيطة وفعلت شيء عظيم. مستحيل مستحيل حد عاش حياة سلسة وطبيعية وروتينية ويقول ان انت شايفه مرتاح يكون حقق حاجة. دايما اللي بيحقق حاجة بتبقى ورا قصته حياة كتيرة جدا فيها مشاكل وفيها ما يطلق عليه الفشل اللي انا بشوفه تدريب. ان الطريق للنجاح لن يكون سهلا وميسرا ومفروشا بالورود ابدا. فالذين حققوا انجازات باهرة في حياتهم وخلدت من التاريخ أسمائهم قد تجرعوا مرارة الفشل وصبروا على الأذى طويلا قبل أن يحققوا هذه النجاحات. فالنجاح الحقيقي الدائم لا يأتي عادة إلا بعد صراع مرير مع ما أطلق عليه الفشل. وفي الحقيقة إن ظروف الفاشل هي اللي بتصنع منه النجاح الباهر، ولو ما كانش فيه التجربة بتاعة الفشل زي السهم بيرجع لورا عشان ينطلق ما كانش عمره نجح. طبعا النجاح فعلا بيولد من رحم الفشل. تعال نشوف كده كلمة قالها الرئيس أبراهام لينكولن، وده الرئيس انتخب عام 1860 ميلادية لما فشل أكتر من 10 انتخابات أو 10 مرات في انتخابات مختلفة، وجاء واحد سأله هو أنت إزاي نجحت بعد سن الأربعين؟ بص بقى قال له إيه. قال أبراهام لينكولن وعن تجربته، قال كنت فاشلا في أي عمل يسند إلي حتى تجاوزت الأربعين عاما، وعندما سألني أحدهم عن سر النجاح الذي جاء متأخرا بعد فشلي أكثر من 10 مرات في انتخابات مختلفة قلت له لقد علمني والدي كيف أعمل، ولكنه لم يعلمني كيف أحب العمل وكيف أصبر لكي أتعلم وأحقق هدفي. ولقد تعلمت الصبر وحب العمل بعد أن تجاوزت 47 من عمري، لذلك نجحت. تعال بقى أيضا نشوف العالم إديسون، توماس إديسون. توماس إديسون مكتشف الكهرباء اللي نور لنا العالم لحد يومنا هذا. طبعا فشل أكثر من مئات المرات وانتقد من معظم المجتمع، بل أسوأ من كده إن هم اتهموه بالجنون والشعوذة. بالعكس ده كمان في مدرسته كانوا بيطلقوا عليه زمايل والمدرسين بالمغفل، وكانوا أساتذته في المدرسة بيقولوا إن هو مستحيل ينجح، لدرجة إن هم بعتوا ورقة لمامته. طبعا مامته قال لها يعني ابنك ما ينفعش يخش مع الفصول العادية، ده متخلف عقليا أو عنده مشكلة في عقله. مامته لما قرت الورقة فقال له هم بيقولوا عليا إيه؟ قالت له بيقولوا إن أنت مستواك أعلى كتير جدا من الطلبة الموجودين، فأنت محتاج تتنقل وأنا أعلمك الدراسة لوحدك. وهنا برضو وجود الأسرة والدعم الأسري مهم جدا جدا، وإذا ما كانش موجود أنت ابدأ ادعم نفسك.
طبعا هو كان صابر وما التفتش لكلام الناس ان انت مغفل ولا انت بينتقدوك لما بدا يكبر، لانه الناس بدات تشوف انه بيعمل حاجات غريبه جدا، لدرجه ان بتوع البيزنس مثلا بتوع الزيت رفضوا الكهرباء فراحوا للكنيسه ويطلبوا منها انها تقول على تسلا، على اديسون وتسلا ان هم مهرطقين، والكنيسه رفضت، كانوا عاوزين يحرقوهم، الكنيسه طبعا رفضت الكلام ده، ودوت ان ربنا بيسر لك الناس انها تشتغل معاك. تعالى برضو نشوف والت ديزني. والت ديزني اللي انت شايفه عمل اكبر مدينه في العالم، تعالى نشوف قصته. طبعا هو كان محرر في احد الجرائد وطرد منها بسبب ضعف الافكار التي قدمها. قال له انت ما عندكش افكار ابتكاريه، انت كلامك كله مش حلو، وعدم قدرته على الابداع، ولكنه صبر واصر على تحقيق حلمه وعلى ان ينجح، حتى انه لاجل حلمه افلس 5 مرات تمام قبل ان يفكر في عمل اكبر مدينه العاب في العالم. ورغم وضوح خطته وتنفيذ المدينه اللي بيعملها، الا انه فشل في الحصول على التمويل اللازم لبناء المدينه اكتر من 300 مره، قدم ويفشل يقدم ويفشل، لان جميع البنوك اعتقدت انه مجنون وكلامه كلام فارغ مستحيل، ولكنه حاول ولم ييأس اكثر من مره الى ان نجح وقام بناء مدينه ديزني. ولانه صبر على المعوقات واستمر في العمل، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدوليه، لعل من اهمها جائزه اوسكار. طبعا جائزه اوسكار اللي يعرفها هي تعتبر أهم وأرقى جوائز تقدم للجدارة الفنية والتقنية في مجال السينما أو صناعة السينما. طبعا فاز بيها والت ديزني بعد ما اطرد 1,000,000 مرة من شغل أكثر من 20 مرة، وترشح لأكثر من 37 جائزة غير أوسكار، جوائز عالمية. بالإضافة إلى كده حصل على 3 جوائز فخرية للأوسكار، كلها بعد أن كان ينظر إليه لأنه فاشل جدا جدا جدا. طبعا وغيرهم كتير من اللي صبروا وحاولوا وما يقصوش وما قالوش ده احنا هننتحر، ده الحياه صعبه، ركز على بناء نفسه. كل خطوه كان بيقع فيها كان بيقول لك انا عندي مشكله ايه، طب انا احل المشكله دي ازاي. طبعا كان كل الناس اللي نجحت اللي انت شايفهم ناجحين دول كان محركهم الايجابي انه اثناء الفشل كان بيفكر بطريقه متفائله وطريقه ايجابيه. دايما المتفائل بيرى النتائج امام عينه وبيتضح ضرب تحقيقها في مخيلته ويسعى الى تحقيقها، ويرى ان الصبر على المعوقات والاذى هو الثمن الاساسي عشان انجح، لازم اصبر ولازم يكون في مشاكل. في واحد اسمه ريبورت دوت كان بيتكلم، هو احد مؤسسي شركه انتل والمؤثرين جدا في وادي السيليكون في امريكا. قال ايه؟ قال ان التفاؤل هو العنصر الاساسي للمبتكرين، ان هو عمره ما شاف مبتكر بينسحب، ولا عمره شاف مبتكر متشائم، دايما المبتكر لما يحصل له مشكله يقول لك اه ده كويس يبقى انا هعمل حاجه جديده. طبعا جميع الاديان السماويه بيركز على المجتمع وعلى الفرد وعلى الصبر وعلى التفاؤل، وكانه اهم لبنه من لبنات المجتمع ان انت تصبر. وحتى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم واصبر فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه جميله جدا للبشر في الصبر على مر العصور. طبعا كان دايما بيتحلى بالصبر، دايما كان عنده تفاؤل، حتى جاء في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فلا وإن ظن شرا فلا، عشان دائما تبقى تظن خير وتقول لا إن شاء الله ربنا يعديها، لا ده المشكلة دي، طب أنا هشوف إيه المشكلة عندي مثلا في اللغة، في طريقة التقديم، أنا ليه مش عارف أعبر عن نفسي. ورغم ده طبعا إنه الصبر بيدي قوة على تحقيق الحلم وتطوير النفس، ولكن في بعض الناس بتبقى بحجة الظروف اللي أنت معظمها بتكون أنت السبب فيها، نتيجة إن أنت مش متعلم كويس أو أنت ما عندكش صبر أو إن أنت عصبي أو إن أنت رد فعلك سريع أو أنت مش مستوى بالصورة الكاملة، وده كله محتاج منك تدريب. للأسف بتعتبر إن أنت الدنيا صعبة عليك، وفعلا الحياة صعبة في بعض الحاجات. وطبعا في هناك أنا ما أقدرش أنكر إن في ناس اتخلقت لتعطيل مصالح الناس وأذيتهم وتحطيمهم نفسيا وتشويه صورتهم، خاصة لما أنت تكون مختلف. وطبعا دول مفسدين في الأرض، ودول ما نقدرش نقول إن إحنا يعني إن إحنا هنشيلهم، مستحيل، هي سنة الحياة كده إن هيبقى في مشاكل. لكنك انت انسان ربنا كرمك واداك عبقريه من وانت صغير، ومش انا اللي اقول الكلام ده، كل البحوث العلميه بتقول ان معظم الاطفال بتولد بميزه عبقريه في مكان ما، ولكن انت ما بتحصلكش اكتشاف ليها الا لما تجرب مره واثنين وثلاثه. وخلي بالك كل اللي بينجح في الحياه هتلاقيه فكرته عليها 1% و99% زي ما قال كل العباقره منهم اديسون وتسلا، مجهود وتحمل وصبر ونجاح. الموضوع محتاج اعاده تفكير في حياتنا، شوف موهبتك، انت في ايدك اجهزه ممكن الاجهزه تستخدمها لنشر افكار ابتكاريه وتوصل للعالم. مره تانية باكد لك العصر ده عصر ذهبي، ربنا خلقك في عصر جميل جدا، انتبه لنفسك وما تخليش الافكار السلبيه اللي ممكن تكون نوع من انواع الحروب اللامتماثله او الحروب النفسيه لكسر عزيمتنا وان ارضنا وعقولنا تذهب طواعيه لجهات اخرى نكون احنا السبب فيها بسبب ان احنا ما عندناش ايمان. خلي عندك حسن ظن بالله، لا تيأس، وكل فشل ما هو الا بدايه نجاح، ومهما غلطت ومهما عملت عادي جدا، خير الخطائين التوابين.
استغفر ربنا وابدا من اول وجديد. اوعى تقف عند ان انا خلاص اخطات وحياتي بقت سودة، الكلام ده مش صحيح خالص. ابدا مره واثنين وثلاثه والحياه جميله جدا. رجاء تفائل، رجاء شوف الحلو في حياتك ايه، رجاء جدد حياتك، ما تشغلش نفسك بالماديات، سافر اتعلم، روح متاحف، روح اماكن حلوه، بلدنا العربيه كلها فيها اماكن حلوه، واذا ما كانش بلدنا فيها اماكن حلوه افتح كتاب وسافر.